FM. الكلمة ليك. شوف المشكلة موجودة ومانيش أنا هو اللي باش نحلها ولا غير اللي باش نحلها، لخاطر المسألة مسألة مشكلة متاع إنتاج، ما ثماش الإنتاج الحبال على جرارة، معناها راه مش نبقاو بنفس الطريقة إذا باش نكملوا بالتوجه هذا اللي احنا مربوطين بال 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 بالإشهار الموسمي متاع المواد متاع المواد الاستهلاكية. نفسر لك حاجة، على خاطر احنا اليوم لو كان يوليو عندنا ديسبونسور اندستريال كيما نجي مانيش نعمل من الإشهار، مانيش نعمل من الإشهار، أما كي تجي أنت في قطر عندك مثلا شركة كيما قابقو متاع غاز وبترول وواحد وكذا، معناها سخط مسخط متاع فلوس، معناها يعمل لك باساج برك في 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 ماتش ولا باساج برك في برنامج خالص، معناها قناة كاملة خالصة. فهمت؟ احنا المشكلة اللي عندنا الاستشهار اللي عندنا ولا الاشهار اللي عندنا مرتبط اساسا بالمواد الاستهلاكية، والمواد الاستهلاكية اساسا معناها المرش نتاعها هو 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 رمضان وشوية على طول العام، معناها اللي ياخذ بارو في رمضان يكمل به طول العام. دونك اليوم اذا ثم شركات اخرين، ثم برش شركات اخرين، عندنا شركات البترولية وعندنا معناها الكيوسك هاك تشوف تبارك الله موجودين في البلاد الكل، اما ما عملوش الاستشهار خاطر ما ثمش كونكورونس، خاطر السوق هي سياسه الدوله قاسم السوق. إيه هذا ما يبررش اللي ما فهميش عباد، ما ثمش انتاج تكتب شنو لشكون تكتب؟ كابا فهم الكلمه ليك.